هاي طلعت للقمرة، قوم انت يطلع للقمرة زادة. الويه فاش قام طالعة للقمرة وخيتي علاش؟ على طرف قضية قضيتها تفتوفة حطيتها في الفريجيدير ولا تقمرة وما قمرة وعملت لي عركة وخصام وشقلالة عليه؟ على خاطر دي منقول لك يا هناني نقص من الاستهلاك، نقص من الاستهلاك، نقص من الاستهلاك، عاملة مغناني بلاي هكا راهو ما ثماش هلاك قد الاستهلاك يا هناني، حتى في الكلام، حتى في الكلام الاستهلاك يوصل للعرك للخصام ويوقف حتى قدام الحكام. بالله يقول لي ما شفش فريجيدارات الناس؟ دي لو كان تشوفوا فريجيدارات الناس كيفاش مأبية، وقول لهم يرحلوا على لحم على حوت على جبنت على عظم على زبدة على معجون على غلل على ياغورت. يا رسول الله وانت باقي الاستهلاك الاستهلاك الاستهلاك. الله ينستهل، والله ينستهل، نستاهل، عندك الحق، نستاهل اللي شريت لك هالفريجيدير. انا في بالي شريت ثلاجه، ما في بالي شريت مراجع، مديتهم لك، اش فضلت منهم؟ تروح قول لي شنو اش فضلت منهم؟ ايش شريت انا؟ شريت تفتوفتين طلعوني ب 80 دينار. كهو الله الله، تفتوفتين ب 80 دينار، معناها شطر شهريه حطيتها في الفريجيدير جمعه 10 ايام، والكل هذاك الكل اللوحوه في القصدريه يعني. اوه لحق قداش يا سي حميده تكبرها الحكايه وتهولها وتردها كانه سي الخيلات تمشي ملاك ولا زهاز ولا ما في باليش؟ لا يا بابا اما لا ملاك لا زهاز انت ما في بالك. اسمع يا سي شباب، يا سيدي يا سي اللي تعرف كل شيء، يا سي اللي تفهم كل شيء، يا سي اللي ما تحب توري حتى شيء. اسمع انت ما تقيم تفشفش عليا وتفيش كي السردوق وتقول لي نعرف وانت ما تعرف حتى.